أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما حكم إدخال طواف الإفاضة في طواف الوداع والطواف لهما 7 أشواط فقط؟ ما حكم إدخال طواف الإفاضة في طواف الوداع والطواف لهما 7 أشواط فقط؟ لا، ما هو بإدخال، هذا يطوف للإفاضة ويكفي عن الوداع، لأنه يشمله قوله صلى الله عليه وسلم، يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون عهدهم في آخر البيت، يكون آخر عهدهم بالبيت. فإذا طاف للإفاضة وسافر صار آخر عهده بالبيت، فيكفي عن الوداع، فيه عن الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت الطواف. نعم.